I'm standing in one of the most devastated hanging area in the coastal enclave. In this neighborhood, the devastating that we are seeing on the camera is not because of the earthquake, neither because of storming. It's just because the Israeli warplanes that decided to destroy it completely. صحينا على صوت الدب، بنحس بفضارنا، كل الشبابيك تهيل، الاولاد اتدروخوا فوق بعض، ابننا اكل قزازه وقع عليه الشباك. حسبي الله وانت نعم الوكيل عليهم اليهود، حسبي الله وانت نعم الوكيل عليهم، حسبي الله وانت نعم الوكيل عليهم. دمروها دمار شامل، دمار شامل، حرام عليهم، دمار شامل. نايمين احنا غفلين، نايمين. مرة فجأة لقينا الدار قايمة قاعدة، صرت ألقط في أولادي يمين وشمال يمين وشمال، والنار التهبت الدار، وسحبت حالي وأخذت أولادي باللي تفهموا، لقيت الجامع واقع والحارة كلها واقع، أخذت أولادي دخلتهم في دار جيران، في شهداء عن دار جيراننا، دار موسى، الحمد لله رب العالمين. دخل في الدار علينا وإحنا نايمين، أصحينا لقيناها مكسوفة علينا ومهدودة، والشبابيك وقعات، وأخت الدم هنا وهنا في المكان. وإحنا قمنا خايفين، وخايفين حدا يكون ميت. بعدها صرنا نشوف كل حد، إحنا نفقد كل حدا، لقينا أختنا ميتة غير هالميتة. وإحنا نايمين كل وقع عروسنا، وإحنا دارنا بطال.